بعد كده سؤال الجرامير. لنا، اتفضلي يا لنا، ولا مين اللي عليه الدور؟ يوسف، انت قلت يا يوسف. لا ما قلتش. طب قول يا يوسف رقم 12 و13 في الجرامير. تمام. نوع لون ايش؟ مية كون سي قصدي. لا لا لا، دي ثانية واحدة كده. قلت يا أستاذ رقم 12. قلت دي طبعا نزلون على مير لأن مير مؤنثة، على مير. طب 13 قولها. طيب يا يوسف مستر سي. اوت يا ابيت، اين انت تسكن؟ شاطر. طب حل 14 كمان يا يوسف. تمام. كندو الفيون هتبقى فرانس دولة مؤنثة مع فينير تاخد دي، يبقى سي. راجع استخدامات فينير تاني يا أستاذ يوسف. لنا 15 و16 و17. أوي مسيو، فو دو ستاد هتبقى فين اللي هي أ. تبقى فو فيني. الأوزاد بتنطق عادي والأوانس بتنطق عادي في بس تنطق فيني إيه فينون اون، فاهمة؟ انما الاو ان كده أوكي. تنطق، والاو والاو اس بتاعت المجموعة الاولى برضه تنطق. طب 16 قولي. أنيفر إن يابا سولي هتبقى دي اول واحدة شطورة لان في نفي وتحول ادوات النكرة والتجزئة الى دي او دابوس. 17 أن ريتورني أرون لا سيمين بروشين هتبقى أون فا انفا اول واحده. بعد كده الايميل سالو، هرد اقول سالو. انا برضو ولا حضرتك. لا انا هقول انا كيل تون في تي لون جيبت اونيفير، ما الطقس في مصر في فصل في شهر يناير؟ هقول اوني جيبت اونيفير او اون جانفييه. الفي فروا، الجو برد. اجاوب اجابه كامله، هو قال لي فراس كومبليت، اجابات كامله. قال كل يو توريستيك اون بي فيزيتي، الاماكن السياحيه ممكن تزورها. اقوم قايل اون بي فيزيتي لوكسور اي اسوان، الاقصر واسوان، لان الاقصر واسوان بيتزاروا كتير جدا في الشتاء يعني. كلي لا موني دو ليجيبت، مع عمله مصر. اقوم قايل لا موني دو ليجيبت لا ليفر ايجيبسيان، الجنيه المصري. بعد كده السوجي بيقول لك بارلي دي تي بروجي بوندون لو ويكاند. يعني تحدث عن مشروعاتك اثناء الاجازه او الويك اند، الاجازه الاسبوعيه، واتكلم عن الاكتيفيتي وعلى الاماكن، الانشطه والاماكن. هقول لو ويكاند مثلا جي في او بيراميد، بذهب الى، هقول مثلا لومتان جي في او بيراميد، هذهب الى الاهرامات. لابري ميدي بعد الظهر جي دي جين،
au restaurant, هتغدى في المطعم. avec mes amis مثلا، مع أصدقاء. بعد كده هقول مثلا le soir je joue à des jeux vidéo avec mes amis، هلعب ألعاب الفيديو مع أصدقائي. هقوم قايل برضو جملة بعديها جي دين افيك ميز امي، أتعشى أو أتناول العشاء مع أصدقائي مثلا. كده قلت الأنشطة والأماكن، هقول ألا ميزون في المنزل في الآخر عشان يبقى المكان. بس حاجات سهلة جدا. تعالوا بقى أما نشوف هنعمل إيه في المراجعة. هي دينا ما دخلتش ليه يا لان لغاية دلوقتي؟ ردت؟ لا ما ردتش، اعتقد عندها مشكلة في التوقيت. ما هو فتح حل كتير، وبعدين كنت عايز صح اشوف الاخطاء اللي هي وردينا بيقولوا عليها دي. المهم بصوا بقى، اول حاجه الحل محافظه الشرقيه، اكتبوا الواجب. واجب محافظه الشرقيه اللي هو من صفحة كام؟ 181. ومحافظة القاهرة يعني لغاية 184. ناخد واحد كمان ولا كفاية كده؟ كفاية كده يا مسيو، كده كتير؟ لا كفاية. طيب زائد مراجعة أول درسين في الوحدة الأولى، دول هيتسمعوا. تعالوا بقى أما نكتبهم على المنصة.